شروب العز والخير والله العظيم، وبشروب الوقفة اللي تعزها الله على ضد اللئيم. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وعليه نتوكل، والسداد والحفل الكريم متابعينا الكرام في كل مكان. تتواصل تحدياتنا وانطلاقاتنا على أرضية هذا الميدان، ميدان الشحانية، في تحديات وانطلاقات سن الإجذاع. على بركة الله وتوفيقه ينطلق الشوط 12 الخاص للجعدان الإجذاع من مسافة 6 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط عبارة عن تويوتا لاند كلوزر بيكلا. تنطلق هذه الشعارات، هذه الأسماء، وتبحث عن الطموحات والآمال والنواميس. على نسير قدمت شوط، من يتقدم مع المركز الأول؟ يتقدم بن عبد الله بن محمد المهندي، يقدم لنا دسمان. بينما المركز الثاني يتقدم شديد لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت المري، يقدم لنا شديد. بينما المركز الثالث الغادم يتقدم مع المركز الثالث دابان لحمد بن مريط بن سعد الفيد الهاجري، يقدم لنا دابان. بينما المركز الرابع جابر بن حمد بن جابر آل حنزاب يتقدم مع المركز الرابع. بينما المركز الخامس وصل وتقدم الباسل لسعيد بن حمد بن صالح الفهيده المري. إذن متابعينا الكرام، هكذا النداء الأول للخمس المراكز الأولى أذعناها على مسامعكم، ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة. من يتقدم؟ دسمان، يتقدم دسمان لعلي بن عبد الله بن محمد المهندي، يقدم لنا دسمان. بينما المركز الثاني الله 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 وصل شديد، تقدم شديد بن عقيل النابت، يقدم لنا شديد في شوط الشدة في شوط عالفوان. بينما المركز الثالث وصل بان على دبان لحمد بن مبريط بن سعد الفهيدة الهاجر، يقدم لنا دبان. بينما المركز الرابع وصل وتقدم وصل هنالك الفايز لجابر بن حمد بن جابر آل حنساب المري. بينما المركز الخامس وصل خوف وتقدم ناصر بن حمد بن ناصر آل حفيظ المري. هكذا كز الأولى، وهنا خلف المراكز الخمسة الأولى قادمة لا محالة، ولكن أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى دابان المسيطر مع المركز الأول. يتقدم حمد بن مريط بن سعد الفهيد الهاجري، يقدم لنا دابان. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانطلاق، على هذا الانتفاع. بينما المركز الثاني وصل وتقدم شديد، وصل شديد لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت، يقدم لنا شديد. بينما المركز الثالث وصل وتقدم دسمان، وصل دسمان لعلي بن عبد الله بن محمد المهندي. بينما المركز الرابع وصل خوف وتقدم خوف
مع المركز الرابع لناصر بن حمد بن ناصر الحفيظ المري، هو الاسم القادم الذي بدأ يقتحم المراكز، بدأ يغترب ووصل هنالك. غير مدون معنا في كشف البيانات، وهنالك الاسم القادم يتقدم هنالك، الباسل سعيد بن حمد بن صالح آل فهيد المري. ولكن أعود مع الصدارة، أعود مع المقدمة، دسمان يا دسمان، يا سلام، ما شاء الله تبارك الرحمن، يقدم لنا دسمان لعلي بن عبد الله بن محمد المهندي، يقدم لنا دسمان بينهم المركز الثاني. هنالك دبان، ما زال دبان في دائرة التحدي، في دائرة النداء، يتقدم حمد بن مريط بن سعد الفهيت الهاجري، ولكن وصل شديد مع المركز الثالث لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل، طالب للناموس، طالب للإنجاز مع المركز الثالث. بينما المركز الرابع هنالك الشبابي لناصر بن سالم الجربوحي المري، يقدم لنا الشبابي. بينما المركز الخامس الاسم القادم يتقدم شايم لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوحي المري. ولكن أعود إلى دسمان وأذكر بأن الجائزة عبارة عن تويوتا لاند كروزر البيكاب المنتظرة. ولكن دسمان ما زال يقود المعركة. ولكن الشبابي بدأ يتقدم، الشبابي لناصر بن سالم الجربوعي المري. حيوا الشبابي الله 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 يا شبابي ما شاء الله. ولكن الاسم القادم الذي بدأ يقتحم المراكز، معاند لعلي بن عبد الله علي بن الكريبي المري. الله الله، فاجأنا في اللحظات الصعبة. الله الله الله، يا سلام، تهانينا على هذا الفوز إلى مالك معاند لعلي بن حمد بن علي الكريبي المري. هنيالك على هذا الانتصار، تهانينا والناموس على هذا الفوز إلى مالك معاند علي بن حمد بن علي الكريبي المري. المركز الثاني الشبابي لناصر بن سالم الجربوعي المري. المركز الثالث وصل شايم لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المري. المركز الثالث وصل دسمان لعلي بن عبد الله بن محمد المهندي. بينما المركز الخامس هنالك شديد لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت. وصل مع المركز الرابع هنالك أشايم لعبد الرحمن بن محمد بن علي الجربوعي المري. وينما المركز الخامس هنالك وصل شديد لطالب بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت. إذا نعود ونهني مالك معاند لعلي بن حمد بن علي الكريبي المري. والتوقيت الزمني 9:08:03 من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بينما المركز الثاني وصل مع المركز الثاني الشبابي للناصر بن سالم الجربوعي المري. والتوقيت الزمني 9:11:03 من الثانية. بينما المركز الثالث وصل مع المركز الثالث هنالك دسمان لعلي بن عبد الله بن محمد المهندي. والتوقيت الزمني 9:12:06 من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.